انا اللي نفسي نفسي ومنى عيني اشوف خوخه من عيني خالتها، اشوفها كده في الكوشه وهي زي القمر وجنبها ايه قمر كده. يا رب يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يرزقها باللي يستاهلها يا رب. طب والنبي بقى يا خالتي بقى نعم. بعد ما اخلص اكل عايزه اروح كده على الناصيه دي اجيب شويه لب وزدان واخد البت خوخه معايا. انت اللي قلت لها عشان تاخدك معاها؟ ما انا عارفاك يا موكوسه، انت اللي سلطتيها. نعم حصل، انا قلت لك يا فدوى حاجه؟ لا والنعمه يا خالتي والله العظيم ابدا، انا بس مش بحب اتمشى يعني لوحدي، فقلت اخد البت خوخه معايا تونسني، ولو كده خلاص يعني كلنا نتمشى مع بعض ونطلع من بره بره يا ستي. اذا كان كده ماشي، اذا كان كده ماشي، بس استني بقى لما اريح اللجمه لحسن مش عارفه اخد نفسي ابدا من كتر ما اكلت. خلاص ونقوم كلنا مع بعض. ماشي. انا واحد هي هتبقى خانقه هناك وخانقه هنا، ما تسيب البيت، سيبي البت تمشي وتفك عن نفسها، سيبيها. طيب حاضر يا نجفة، حاضر، خلي بالك منها. حاضر. فاهمة؟ حاضر يا خالتي. ايدك في ايدها. حاضر. هو عليك مفيش فايدة فيكي، كلي كلي، ده الأكل حلو، كلي يا بنتي يا أخو. كلي يا واد. زيت يا بنتي وادي الشنطة، وادي الشنطة بقول. اهدوا اهدوا، انتوا كويسين؟ اتفضلي حاجتك يا اختي. يا ربي احنا بخير الحمد لله. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. لا 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 شكرا على واجب. انتوا رايحين فين؟ رايحين اول الشارع. طيب تعالوا اوصلكم عشان ما فيش حد يتعرض لكم تاني. طيب احنا كده مش هنغلبك معانا او حاجه؟ ولا تعب ولا اي حاجه، اتفضلوا يلا. اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ حسن. الطلب يا ابني بتاع الشيخ حسن بسرعه. لا يا عم عبده انا متشكر، انا مش جاي، انا بس كنت جاي اوصل الاختين دول وماشي على طول. مين دي يا مزغود؟ انت يا بيت. اسكتي يا خالتي اسكتي اسكتي، اتسرقنا يا خالتي، اتسرقنا، والشاب ابن الحلال ده هو اللي جاب لي الشنطه دي ووصلنا لحد هنا، كتر الف خيره يا رب. والحرامي رفع علينا سكين، بس يشكر يعني، خلاه يجي زي الارنب. يستركوا يستركوا يا بنات، ما يفضحكوا ابدا، كتر خيرك يا ابني، يحميك يحميك يا ابني لشبابك، كتر الف خيرك. لا شكرا على واجبي يا امي، بس اهم حاجه ان هم ما يمشوش تاني لوحدهم في شوارع ضلمه عشان ما حدش يتهجم علينا. ايه اللي خليك تمشي في شوارع ضلمه يا بيت؟ ونعرف الطريق يما. لو النبي يا خالتي مش ضلمه يعني، انا كل يوم في الطريق ده والله العظيم. بس تقولي ايه بقى؟ النصيب النصيب يا خالتي. ايوه يما هو النصيب. طيب استاذن انا. السلام عليكم. مع السلامه يا شيخ حسن. السلام. يا مزغوطه يلا بحس في ايه، ما الحال زي الفل اهو. بقول لك ايه، ما كنت كده تقعد وتاخد لك طبق شوربه يرم عظمك من اللي حصل لك النهارده؟ هو ايه بس اللي حصل يا عم عبده؟ ده ربك هو اللي خيره حافظ. يا ابني ربنا يحفظك. الا انت عامل ايه في الدروس الدينيه اللي انت بتديها للناس؟ الحمد لله يا عم عبده، الحمد لله. ربنا يكتر من امثالك يا ابني ويديك الصحه ويكرمك. ربنا يخليك. يا سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ حسن، ابقى خلينا نشوفك. ان شاء الله. مع السلامه. الحساب يا عم عبده. لا حساب ايه بقى؟ كفايه الخضه اللي انتوا خدتوها. يلا توكلوا على الله وخلي بالكم من نفسكم. لو مقام السيده ما ينفع. لا انا قلت كلمتي ومش هتنازل عن كلمتي ابدا. وبعدين يعني هو الشيخ حسن اجدع مني؟ الله، طب ومال ده بده بس يا عم عبد؟ دي حلاوه المولي ده ستي، وبعدين انا عندي زيهم، ربنا يسترها معاهم كلهم يا رب. ربنا يسترها عليك وعلى عيالك، والف كتر خيرك يا اخوي. الله يكرمك. ممكن بقى تتفضلوا عشان في ناس تانية جاية. ألف كتر خيرك. يلا يا خوخ. يلا يلا. بجد مش عارفة أشكرك وأقول لك إيه والله العظيم. ما تقوليش أي حاجة، توكلوا على الله. يلا يلا يا فهد. يلا يا بيت. مع السلامة. مشي قدام يا بيت، مشي. يلا بنشيل الأكل ده. عاجبك اللي حصل؟ عاجبك ها؟ قلت لك أنا 100 مرة ما تسيبنيش أبداً وتروحي يمين وشمال، تفضلي في ريحي كده أهو. افرضي الحرامي ده كان عمل معاكي حاجة، كنت أنا هعمل إيه؟ كنت هروح فين؟ يا ماما الطريق استفى في إيه بقى؟ أنا ذنبي إيه؟ ذنبك إيه؟ أنتِ كمان يا بنتي بترد عليا؟ يمين بالله لو حصل كده تاني أكون جايباكي من شعري. ما خلاص يا لواحس بقى، خلاص أنتِ هارية البت من الصبح، حرام عليكي، البت مموتة نفسها من العياط. واحمدي ربنا احمدي ربنا اللي ربنا بعت لها الراجل الجدع دوت عشان يخلصها من الحرامي. اهدي بقى، السهره كانت حلوه والقعده كانت حلوه، فيا لو واحد ربنا اهدي اهدي. حلوه يا اختي، ما كانت هتختم ختام زي البتاع، العيال كانوا هيروحوا مني، بنتي كانت هتروح مني. لا خلاص اهدي، بقول لك ايه يا فدوى، خدي خوخه وتمشي قدامنا شويه. لا بنتي تبقى معايا رجل على رجلها. تعالي يا قدامي. ربنا يهديك يا لواحز يا اختي، يهديكي يهديكي يا لواحز يا رب يا اختي، لاجل خاطر النبي يا رب. انت ايه بس اللي خلاكي تروحي تقولين؟ الله، مش انت يا بنت اللي قلتي لي انا عايزه اشتغل؟
ايوه بس مش على طول كده، ده انا سايله لك هفكر وارد عليكي. تقومي تقولي له لا يا حبيبتي، اللي عايز يشتغل ياما بيشتغل. بس انت مش فاهمه، الواد منعم لسه صغير ما فطمتوش، وشغلنا بتاعتك دي يا اختي محتاجه لف وبرم. هسيبه يعني ولا اخده معايا واشيله واشيله البقجه؟ لا يا اختي ما تفطمي يا معدوله وادي له امك تقعد بيه، مش رزقك برضك ده ورزق ابنك ولا ايه؟ ده لما قلت لها هتاخر ساعه بهدلتني، ما بالك لو قلت لها هقعد طول اليوم؟ دي تاخد مصاريني ما انت عارفاه. خلاص براحتك يا وزه، مش عايزه تشتغلي انت حره، الف مين تتمنى الشغلانه دي؟ الله خلاص خلاص ما تبقيش حاميه كده، هشتغل. طب بصي بقى احنا بنروح ناخد يا اختي البضاعه من ميمي وبننزل على المهندسين طوال. طب استنى، صباح الفل، هاخدها غموس احكيني. ها فهمتي اللي انا قلته؟ ايوه بس المهندسين دي بعيده قوي، ده انا قلت يعني يوم ما ننزل هنروح ميت عقبه ولا امبابه، ويوم يعني ما نبعد قوي نطلع على شارع السودان، لكن نطلع المهندسين ده صافة. يا اختي البت الفقريه دي اقول لها مهندسين تقول لي ميت عقبه؟ كاتك واكسه، وانا هقعد مع بتوع امبابه يفصلوا فيا وينهدوا في قلبي على جنيه وجنيه وربع؟ كاتك نيله، هو في احلى بت من زبايد المهندسين؟ ده كفايه التكييف اللي انت بتبقي قاعده فيه يا اختي. انا يا بت، هو انت لما بتروحي له بيدخلوك يفتحوا لك التكييف؟ يفتحوا ده ايه هبله، ده شغال عندهم كده عمال على بطال طول النهار. المهم انت اول ما تدخلي الشقه تعملي نفسك مؤدبه وعينك ما تفضلش رايحه جايه كده في الشقه، ده صاحبه الشقه تفتكر انك حراميه وتشك فيكي. حراميه ده ايه؟ ده انا هفضل قاعده وحاطه عيني في الارض ولا هبص يمين ولا شمال. لا يا حبيبتي انا مش عايزاكي باصه في الارض، انا عايزه عينيكي دي في وسط راسك علشان في زباين حراميه. حراميه في المهندسين؟ انت بتقولي ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. طب اقول لك، انا كنت مره عند زبونه في المهندسين، دخلت شقتها تقوليش يا بنت قصر، قصر والله العظيم، الولايه كمرت من قدامي ملايه قدام عيني كده. كمرت الملايه؟ اه والله. عملت ايه؟ خدتيها منها؟ هاخد ايه يا موكوسه؟ ما اقدرش، ده هي اللي تطلعني حراميه وتعمل لي جرسه في المكان، واخسرها كمان واخسر لقمه عيشي، ما ينفعش. غريبه، انا كنت فاكره بتوع المهندسين دول يا اختي معاهم فلوس مش محتاجين حاجه. طب بذمتك دول يسرقوا ليه؟ امال احنا نعمل ايه؟ وعلي النعمه انت خايبه، المهندسين دي يا بت مليانه بهوات، نسوان حلوه وريحتهم احلى، بس هنقول ايه؟ من جوه هلا هلا ومن بره يالا مالا. كانت كواكسه الدنيا بقت كلها كده، مش مهندسين بس. هنعمل ايه؟ لقمه العيش بقى. انا هنزل. ماما عايزه حاجه؟ ايوه عايزه حاجه. اتفضلي. خير؟ انت كل يوم والتاني ماما عايزه حاجه، ماما عايزه حاجه، وترجع لي تاني يوم الصبح. ماما هو انا مش لسه منقول في المكان ده جديد؟ يعني لازم اثبت نفسي ولا ايه؟ يا حبيب ماما، ما انت لازم تثبت نفسك عندي انا كمان، مش انا حبيبتك؟ طب هقول لك على حاجه، اوعدك يا ستي قبل ما انزل كل يوم همضي لك في دفتر الحضور عندك، خلاص؟ حلو كده؟ حلو قوي. استنى انا عايزك توصلني. انت غريب، سيبيني في حالي من اولها، انا هتاخر. انا بقول لك الدنيا ما طارتش، ما تصبر شويه. ها نسيت اقول لك، مش ريم كلمتك كذا مره وعايزاك تكلمها؟ ها ما ريم، ما انا يعني حاولت اكلمها كذا مره ما عرفتش اوصل لها بصراحه. يلا بقى عشان مستعجل، ابوس ايدي. الله، اللي يلا بقى عشان مستعجل؟ براحتي. تحت امرك يا شاويش تغريب، اتفضل. بس انت عارف البنت باين عليها قمر، صوتها حلو وذوق. طب والمطلوب دلوقتي يا تغريده فندي؟ كشف هيئه وبسرعه. هو انا فاضل الحاجات دي؟ اما افضل، اما افضل اعمل لك اللي انت عايزاه تغريد. اقسم بالله ان ما عملت كده لا اجي لك الاسم واجيب لك ميه وسندوتشات واخليهم يقولوا عليك ابن امك. نهار اسود. لمسه اكتافة تغريد؟ لمسه اكتاف، ربنا يسامحك. يلا يلا بينا. تعالى هنا. يلا ايه؟ انا قبلك. واسع يا رب. برضو ما فيش حاجه حلوه. تصدقي بالله يا مدام، والله العظيم ثلاثه البضاعه دي ما بتطلع عندي غير للزباين الغاليين. يا مدام ده انت لو وفيتي عمر افندي كله ما هتلاقي قطعه منه هناك. انت مش شايفه الالوان؟ انت عايزاني البس الوان بلدي كده بالشكل ده؟ بلدي ايه يا مدام، ده شغل محلاوي وعليا النعمه، ده موضه موضه موضه. بقولك ايه، لما جبتيش حاجات تانية حلوة ما تجيش تاني. طب قوليلي عايزة ايه وانا اجيبهولك. عايزة حاجات كده شيك، ما تكونش بوليستر. بول ايه؟ في سون يا بنت يا اشجين، هو انت مش فاهمه؟ انا عارفه يا مدام انت طلبك ايه، انت عايزه قمصان نوم قطن صح؟ ايوه قطن، بس بقى مش اي قطن. لا ما تقلقيش، ده كمان فيه قمصان نوم فسكوس حلوه قوي هتعجبك، عارفاها؟ اه طبعا، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما تقلقيش، ده في منهم بقى حاجات حلوه قوي عليهم كنار كده على الصدر، وفي منهم طويل وفي منهم قصير وفي دانتيل من تحت. طب لما هو عندكم مش بتجيبوه ليه بقى؟ بس يعني لا مؤاخذه يا مدام،
الحاجات دي ما بتطلعش غير بالغالي. خلاص يا ستي هاتيلي. ماشي يا مدام، بس معلش يعني احنا لازم ناخد عربون. عربون؟ هو في دلاله بتاخد عربون؟ ايوه يا مدام، اصل صاحب البضاعه ما بيرضاش يطلع الحاجات الغاليه دي غير لما بندفع نص ثمنها، عشان كده بنجيب الرخيص المحلاوي. طيب يا ستي عايزه بقى كام مني؟ اللي تشوفيها مدام، يعني شوفي انت كده عايزه كام جلابيه وشوفي اللي تدفعيه. طيب بصي بقى، انا هديكي 30 جنيه بس خلي بالك لو ما جيتيش تاني انا هعرف اجيبك. عيب يا مدام ما تقوليش كده. طب والله العظيم بعد ما نجيب لك البضاعه المره الجايه مش هتشتري غير من عندنا احنا بس. مدي يا اختي تعالي هنا. الله، انت يا بنت الابلسه طلعتي من الولية دي عربون ازاي؟ ده ما بتدينيش جنيه. ايدك بقى حلوه على الفلوس. ايدي على ايه؟ انت مالك بتصرمي عليا كده ليه يا بنت انت؟ جرايه يا اشجان، دي الاستفتاحيه بتاعتي النهارده. استفتاحيه ايه يا عينيا؟ ده انا اللي معرفاكي على الولية يا اختي. هاتي نص الفلوس. طه مش هديكي نص الفلوس، بعدين ده اول رزق ليا. في ايه؟ انا اللي تعبت وانا اللي خدت منها الفلوس. انت لسه بتقولي بلسانك دلوقتي ما بتعرفيش تطلعي منها ولا مليم. انا اللي قدرت. يا بنت الايه يا بربنت؟ يا بنت ده انا اللي معرفاكي عليها. سيبك انت، بقول لك ايه، فاكره يا بنت المحل اللي كنت نفسي اكل منه بتاع السندوتشات ده اسمه ايه؟ بتاع المهندسين؟ ايوه ويمبي يا بنت. ايوه ويمبي. يلا بقى هناكل هناك؟ ايوه على حسابك وعليا النعمه، واخده منك نص الفلوس. يلا يا اختي. يا ساتر يا رب. اخدكي الشبابيك كلها تتغسل، وخلي بالك شباك المطبخ والحمام ما تسيبهمش يا اختي مواربين، مش عايزه لا عرس ولا فران يدخلوا منهم. وبعدين الملايات وكياس المخدات عايزاكي كده تغليهم وتخليهم يبرقوا زي الفل. وبعدين التلفزيون ما كيش جنبه خالص، ده لسه يا اختي عليه اقساط. والبلكونه اياك تدخليها، مش عايزه اي مشاكل سامعه ولا لا. وشهلي خلاص يا اختي الطبيخ، العيال زمانهم جايين. ما نسيتيش تقولي لي حاجه تاني؟ حاجه ايه يا اختي؟ اشرب اللبن قبل ما انام. ليه؟ لو انت نغة ولا نغة يا اختي؟ ده انت ترضعي. قلت اشربي اللبن قبل ما تنامي. بقول لك ايه؟ غيارات الحاج معتمد ما تجيش جنبها خالص. انا اللي هغسلها بايديا. اشبعي بلبس المعفنة بتاعته. وبري لبك انت وهو. ازيك يا عمي ميم؟ يا مساء النور. تعالي تعالي. تؤمر. ايه اللي عملتيه عند الولية ده؟ الله، هي البنت عشان لحقت تقول لك. انت ازاي تاخدي منها فلوس بضاعه على الهوا؟ ومين قال لك؟ ما انا كنت هاخدها منك طبعا. طب افرضي ما لقيتيش الجلاليب اللي قالت لك عليها. كنت هجيبها من حته تانيه. هي امك تخش بيوت زباين وتجيب لهم بضاعه من بره؟ ده نقطع خبري. جرى ايه يا عمي؟ ما تهدى كده وتاخد وتدي في الكلام. بقول لك ايه، الشغلانه دي ليها اصول، فاهمه ولا لا؟ عايزه تشتغلي معايا حسك عينك تجيب بضاعه من بره. ما انا جايه لك اهو برجلي وبقول لك عايزه البضاعه، والفلوس يا سيدي هديها لك مقدم، اللي هي اديتها لي القسط الاولاني. روح بقى شوفها، لو مش موجوده عندك تجيبها لي من بره، وهكله بعلمك عشان ما نخسرش الزبونه. افهم، ده انت اللي علمتني الصنعه. هو انا كده احبك؟ عايزاني احبك اكتر بقى؟ تعالي نخش المخزن بكره. بكرة يا عم ميمي هاخد البضاعة. ماشي، من هنا لبكرة مش بعيد. تأمرني بحاجة تانية؟ بكرة بقى. راجل هايب صحيح. هتقري نعم يا عينيا. كنت بتعملي عند النيتن داوز؟ وانت مالك يا سيد؟ ما تخليك في حالك. شايفك يعني اليومين دول عمالة تتميسي معايا وعمال يشاور لك على المخزن. ايه، هتشتروا المخزن؟ عايز ايه يا سيد؟ ما تأثر يا اخويا في الكلام. عايزك في الحلال يا بنت بدل القرف اللي انت فيه ده. في الحلال؟ عايزني يا اخويا في الحلال عشان تعيش معاك في الحرام؟ وماله الحرام؟ ده حتى فاتح بيوت. وبعدين اللي انت كنت هتعمليه مع ميمي ده ايه؟ مش حرام؟ بقول لك ايه يا سيد؟ لم لسانك يا روح خالتك، اللي بيني وبين الراجل شغل، وعليا النعمه لو جبت سيرتي في الحته لشق بطنك واكل مصارينا على اخر الزمن. حرامي غسيل هيلسن عليا. يلا لما الاراضيش بتوعك دول وهش من هنا. يلا يا تقرف. حرامي غسيل، ده هي دي السرقه النظيفه يا عبيطه. البت دي مش فاهمه اي حاجه خالص. صح صح. المهم دلوقتي خلونا في السجاده. اه بالليل. امتى هنستلم البضاعه؟ تعالي اسمعوا.
الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا توحة، انا فرحانه قوي النهارده. ليه؟ قربت خلاص البوم بمبم. ايه بمبم ده؟ ده ألبوم صور بيجي مع البام بام بام، اللي يجمعه أول واحد بياخد جوايز كتيرة قوي. يا رب تكسب يا رشا يا رب يا رب. اسمعي، أنا عايزاكي في مشوار. هنروح فين يا توحة؟ عايزة اشتري ملابس جديدة. تعرفي محلات زينة؟ لا أنا معرفش محلات اسمها زينة، بس أعرف محلات تانية حلوة قوي. لا زينة يعني زينة يعني حلوة. ما أنا معرفش زينتي زيك، ما أخدتوش في المدرسة. حلو انت بتاع المدرسة. طب اسمعي، يلا نقوم قبل اخواتك ما يجوا يخربطوا الدنيا. بس بشرط اشتري البام بام بام كتير قوي عشان اخلص الالبوم. ماشي، بام بام كتير. يلا قومي. يلا. يخرب بيت مطرتك. ايه وعملتي فيه ايه؟ بس يا اختي رحت مديله بقى ايه، شلوت في عفشه الميه بتاعته، لقيته بقى يا اختي ايه اتدحرج وقع على الارض وقعد يقولي منك لله، ربنا ينتقم منك يا شيخه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ما خفتيش؟ اخاف ايه يا اختي، روح ما بعدك روح. بقول لك كان عايز يمد ايده عليا. ايه اسكت له بقى؟ ما تفكرنيش بيه، اسكتي. جدع. بقول لك ايه؟ ايه؟ طب ما تاخديني معاكي الشغل ده، منها يعني اساعدك ومنها تسل. اصل انا عارفه لو قعدت في وش امي بكره هتستفرط بيها وتوريني النجوم في عز الضهر. طب فكرك يعني كده امك توافق انك تشتغلي معايا؟ لا انت تقنعي بقى امي وخالتي بقى، دي شغلتك. ماشي خلاص يلا بينا. هو انت بتشتغلي ايه؟ يعني كل المحلات اللي شفناها في امبابه دي ما عجبتكيش يا توحة؟ لا ما عجبتنيش، محلات عفشه، انا عايزه محلات تكون زينه. يعني كلها ما عجبتكيش؟ لا ما عجبتنيش، يعني مفيش كده محلات تكون نظيفة. هو فيه، بس دول في المهندسين، لازم نركب حاجة عشان نروح لهم. نركب ايه؟ نركب اوتوبيس 196. بس انا معيش فلوس. انا معايا 70 قرش، ممكن ابقى اسلفهم لك وبعدين ترجعيهم. لا خليهم عشانك، عشان بمبم ده اللي انت بتحبيه. يعني كمان انا نفسي اتمشى واتفرج على العماير وعلى الناس، يعني نتمشى احسن. هي المهندسين دول بعيدة؟ لا هي مش بعيدة قوي، بس المحلات دي بتاعت الناس الهاي الأغنية قوي يعني. وماله، احنا كمان لازم نروح المحلات الهاي ونبقى هاي. طب يلا بينا. يلا. تعالي بس يا أخوكا تعالي. ايه رأيك؟ دي زي البيوت اللي بتطلع في التلفزيون. هو انت لسه شفتي حاجة؟ تعالي هوريكي حاجات كتير قوي. لا لا استني اتفرج هنا شوي. تريكي تريكي يا مضروبه، ملهوفه على الشغل هنا وعايزه تسيبيني فوز خالتك لواحظ. اوعي يا خوخه تقولي لحد اني بشتغل شغاله. ليه يا بيه؟ يا اختي خطيبي سامح محرج عليا الشغلانه في البيوت، فقايله للناس كده اني ايه بشتغل في حضانه. هي والنعمه الشريفه هي، مش دي السمكة بتاعت يوم الجمعة بتاعت عالم البحار اللي بتيجي في التلفزيون؟ وانت اللي جابك هنا؟ بتاع ألف ليلة وليلة. ازاي مريح كده؟ أمال هتقولي إيه على السرير يا أختي؟ هتقولي إيه؟ تعالي أنا هوريكي حاجات لسه كتير، تعالي. ده اسمه مايو بكيني، انت عمرك ما شفتيه ولا فيلم؟ مايو بكيني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده كل حاجه على عينك يا تاج، ده كل حاجه باينه، سابوا ايه جوازاتهم طيب؟ يخرب بيتك. بص يا خوخه، الناس هنا غير بلدكم يا حبيبتي، الناس هنا لما بتنزل البحر ده لازم بقى يلبسوا ايه؟ المايو البكيني، مش يا اختي الجلابيه اللي بتلبسوها دي وتنزلوا بيها الترعه. يا فاد يا فاد، ده النسوان مال. ايه الفرق والنبي بين المايو ده والملابس الداخليه؟ يخرب بيتك يا بنت، هتفضحيني. خوخة بس يا خوخة خلاص، احنا مالناش دعوة بالكلام ده يا اختي. ماشي احنا جايين هنا ايه نشوف كده الدنيا جديدة وحلوة وننبسط. مدام دوريا جت. ماشي. صباح الخير يا فدوى. صباح الورد يا مدام دوريا.
اكدتي على البواب لما السباك يجي هيعمل ايه؟ عملت كل اللي حضرتك بتأمري بيه، انا لسه جايه من هناك اهو، قفلت كل باب اوضه النوم زي ما حضرتك قلتي بالظبط. ماشي يا فدوى، امال مين اللي معاكي دي؟ دي واحده قريبتي وما لهاش حد هنا، فقلت يعني بعد اذن حضرتك يعني ان انا اجيبها معايا بس النهارده. بس مالها عامله كده ليه؟ انت مالك على نياتك كده ليه؟ دي غلبانه قوي. طب بقول لك ايه، روحي اقعدوا هناك، اعزميها على حاجه على حسابي، واول ما ناديكي بعت تعليل على طول. ربنا يا رب ما يحرمنا من كرمك ومن ذوقك وطيبه اخلاقك دي يا رب. ماشي، لفي وانا هناك، بس اول ما ناديكي تعالي على طول. حاضر. لا عيب، عيب يا فدوى اللي بيحصل ده، والله والله عيب. لا يعني بجد فضيحه، خوخه فضيحه والله. يلا يا خوخه، يعني انت ما يشرفكيش اللي بيحصل ده. يلا اسكتي. واه 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 يا بوي، ايه ده؟ ده الناس هنا عايشه صح. ايوه بس المحلات دي مش لينا، دي للناس الاغنياء قوي عشان هم معاهم فلوس كتير والحاجات دي غاليه جدا. بس صحيح يا توحة، انت هتشتري ازاي وانت معكيش فلوس اصلا؟ ما انا هتفرج النهارده وابقى اشتري بكره. بقول لك ايه يا رشا، استنيني هنا هخش اشوف حاجه جوه في المحل واجيكي. طب ما اجي معاكي يا توحة. لا اصل انا عايزه اشوف حاجه يعني للكبار. طيب ماشي، مع اني بكره هكبر والبس الحاجات دي برضو. يا مجروسه. اه يا واعيه، شكلك يا بنت تفهمي في كل حاجه، خليكي هنا وهجيكي. ها طيب ماشي، اوعي حد يعاكسك. تلاقيش. ايوه يا شاطر، عايزه ايه؟ انا عاوزه اشتغل. حياه ابوك في الحج. اشتغلي ايه وازاي؟ انت عارفه موديلات الحاجه اللي هنا دي ازاي؟ ناهد خليكي مع العميل. ها اشتغل بياع. بياع حته واحده؟ انت عارفه موديلات الحاجه دي هنا اساميها ايه ولا شكلها ايه؟ طب انا هقول لك على حاجه، هقول لك اسامي موديلات الحاجه دي وانت لو قلتيها ورايا صح انا هشغلك هنا. موافقه. طيب طيور جو اجيب ايه؟ بعدين اقول سكارف. ايوه كارب كارب. شايف الباب ده؟ ايوه. بره هبيع بره؟ بره. جبري لمك وحش. صدرك يابا، انت لازم تبطل سجاير، ما تريح النهارده، شكلك تعبان قوي. رايح النهارده؟ رايح النهارده يعني يوم بلوش يا بنت العبيطه انت. انتوا حاسين بحاجه؟ انتوا حاسين بحاجه؟ انتوا قاعدين تاكلوا وتشربوا وتلفوا وتكرشوا، انتوا عايزين الاكل يجي لكم لغايه بقكم. يابا يعني انت فاكرني مش حاسه بيك؟ طب والله العظيم حاسه بيك، ونفسي بقى ابطل الشغل في القهوه دي وانزل بدالك. انزلي بدالك؟ تشتغلي قهوجيه يا بنت العبيطه؟ انما قولي لي بقى من غير لف ولا دوران، ايه اللي مخليكي تنزلي مخصوص عشان توصليني عشانه؟ وبلاش شغل النسوان بتاع امك ده عشان انا كرهتها بسببه ومش عايز اكرهك، وانت فاضل لك تكه صغيره. بص يا بابا، من غير لف ودوران كده وبصراحه انا عايز اشتغل. طب ما تشتغل يا حد عايشك، ما تشتغل. انت مستنيه يعني اذلك؟ وانت من امتى بتستنى اذلك؟ ما انت طول النهار بتلف في الشوارع ولا كان ليك اب انيك. يا نهار اسود يابا، ده هو يوم كان امبارح نزلت عشان اشوف الشغل، بس والله العظيم كنت هقول لك. كنت هقول لك وشغل ايه ده بقى يا اختي؟ شغل ايه اللي بتسترمحي فيه طول النهار في الشوارع؟ ها ايه، هتشتغلي تاكسي؟ لا يابا، بس بصراحه يعني عايزه اشتغل في الدلاله مع البت اشجان. دلاله مع اشجان؟ طبعا عايزه تشتغلي دلاله مع اشجان، مش كده؟ يعني عايزه تشتغلي مع ميمي، يعني تاكسي فعلا. يا لهوي عليا يابا، والنبي عيب عليك تقول عليا كده، ده انت اللي مربيني. ده بس ميمي ده لو فكر يلمس ضف الرجل اكون مقطع عليه الشبشب ومسحب كرامه اللي خلفوه الارض. والله ما مصدق بقك،
طب يلا يا اختي، يلا غور، يلا غور اعملي اللي انت عايزاه. استنى بس يا راجل، ده انت عظم في قفه. يلا يا رشا، يلا شحلي، خلينا نرجع. جاي. بقول لك ايه يا رشا؟ هو الراجل اللي هناك ده بيعمل ايه؟ ده سمسار شقق في المهندسين، ايجار وتمليك يعني. يعني بيعمل ايه يعني السمسار ده؟ بيأجر شقق وبيبيع شقق. اه طب انا عايزه اروح له. بقول لك ايه يا رشا؟ ممكن اقول لك على حاجه وتفضل سر بيناتنا؟ سرك كبير. كل اللي حصل من الصبح من ساعه ما خرجنا لحد دلوقت يفضل سر بيناتنا، موافقه؟ موافقه طبعا. حبيبتي استنيني هنا. ها ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم عم دور على شغل. ترجمه الله يكرمك. عايز تشتغلي؟ عاوز اشتغل. اه طب انت تعرفي تقري وتكتبي؟ لا. طب اشتغلت قبل كده؟ لا. طب متجوزه؟ لا. امال مين البت اللي معاكي دي؟ دي اختي الصغيرة. اه انت ساكنة فين؟ ساكنة في امبابة شارع الوحدة. تمام. طب بقول لك ايه؟ عد عليا بعد جمعة كده اكون دبقت لك شغلة تناسبك يعني. لا الله يخليك، بعد اسبوع كتير قوي. اقول لك عد عليها بعد 3 ايام. يلا خصيمك النبي، حتى 3 ايام كتير. عد عليها بكره. ماشي شكرا. بقول لك ايه، وانت جايه هاتي لي صوره البطاقه بتاعتك معاكي. حاضر. يلا اتكلي على الله، ما تاخريش بكره من بدري. حاضر. مصعب كويس، يا ريتني قلت لها تعدي بعد ساعة. ما تخافيش، ما تخافيش على ابوك، ابوك جواتك برضه. ربنا يخليك ليا. الواد عيد اخوك ده هيجنني، هيجنني طول النهار واقف لي قدام المرايه وعمال يتنطط شمال ويمين، ما تفهميش بقى، ده عايز يطلع يواجه، عايز يطلع ممثل، عايز يطلع مغني. بالنبي يا بابا انت فكرتني بحاجه، فاكر الواد عيد لما جالك على هنا في القهوه وحط لك ملح بدل السكر؟ بس انا ما سكتش، ده انا يوميا اديته حته دين علقه يقلب بيها لحد دلوقتي. والله صعب عليا، اصل امي كانت بعتها لك عشان تاخد منك سكر للبيت، بس مش عارفه ايه اللي خلاه يعمل فيك المقلب ده. هيكون ليه يعني غير انه ابن عفاريت؟ ده صاحب القهوه كان عايز يمشيني، يقول له العيش والملح اللي بيننا الله، ده احنا وصلنا. يلا انت كنت رايحه على فين كده؟ لا خالص يابا، انا كنت جاي اوصلك. توصليني كل ده الحركات دي عشان شغالك عند مين صح؟ لا والله العظيم ابدا يابا، بس احنا يعني قاعدين في بيت واحد وما بنشوفش بعض، فقلت اتمشى معاك شويه نتكلم. طب يلا يلا اتكلي يا اختي، اتكلي يا اختي. ما تخافش عليا يابا. اتكلي يلا. انا ب 100 راجل، ما تخافش. انا عارف. يلا سلام. خلي بالك على صحتك. يا مصعب. جرايه يا راجل. يا باشا ماشي مع واحدة من دور عيالك ولا ايه؟ دور عيالي؟ ده كان زمان يا باشا، ايام الشقاوي دي البكريه بتاعتي. هو انا لازم احبسك كل يومين يا مصعد؟ يا باشا خير. ايه الشاي الكارف ده؟ هو ده ايه ده؟ الواد جاب لكم شاي القرطاس؟ معلش انتوا لكم شاي مخصوص. يا لما تعال ارفع الحاجات دي بسرعه. معلش يا باشا، ده عندنا عندنا. ايوه جاي. حاضر حاضر. يلا يا ابني بسرعه اتلعب قرطاس. ماشي يا مصعد. بس يا عم زي ما كنت بقول لك كده، الواد راح داخل في اخر الفيلم وهتك يا ضرب. بس ايه ضرب بجد بجد يعني، هو اللي بيعمل حركات بنفسه، تمثيل جبار. مرحبا. انت قلت الواد ده اسمه ايه؟ فان دام. الواد ده هو اللي هيقش في السيما الامريكيه، الناس ما بتبطلش تسال على الافلام بتاعته، لدرجه اني خليت الفيلم بتاعه ب 3 جنيه بدل ب 2. وايه؟ يجي لي في نفس اليوم. يا جدع انت ما اتفرجتش على افلامه لحد دلوقتي ازاي؟ يا ابني انا من ساعه ما اتنقلت المباحث وانا مش لاقي وقت اهرش، انت عبيط؟ ده وانا مروح البيت بحلم بالسرير كاني بحلم بموزه. طب انا بقى عندي اللي يسليك وانت على السرير. انت ايه الوساخه دي في دمك؟ انا مش فاهم، انت مش عارف يعني ان فلوس الافلام دي حرام؟ يا جدع ناس بتحب تبقى براحتها قدام الكاميرا، انت ايه اللي مضايقك؟
عارف ابتديتك معايا ايه؟ ايه؟ هبلغ عنك بتوع المصنفات يقفلوا لاهلك المحل اللي انت فرحان بيه ده. تبلغ عني بتوع المصنفات؟ دول كل يوم بيجي ياخدوا افلام من ام خمسه ويمشوا. ايه؟ اه زي ما بقول لك. يا نهار اسود. شايده كارف ولا ايه؟ ايوه هو الشاي بتاعهم. هاي مبسوط يا باشا؟ امر حاجه ثانيه يا باشا؟ روح يا مصر روح. تسلم ايديك يا حبيبتي. الله يخليك يا ساميه يا اختي. ما تخلي شاكرين يا ساميه. ما اعرفش الابره مزغمده ليه يا ساميه النوادي مزغمده. ده ايه انت بتدلعي يا وليه؟ هي اصلها بس متربيه على عز وعليا شويه. الله يحزك يا ساميه تحب الضحك دايما. سلام عليكم. منور يا ابو العيال. طب اعمل ايه يا ام العيال؟ ما هو المقاول مأخر على القبض وانت عارفه. القبض متأخر والصحة متأخرة وكله من المدعوء اللي عدم صحتك. مش أنا الواحد اللي عدمان. توح أنت يا أختي. نعم. أي حلوة ده متلم شعرك يا ضنايا. وروحي جيبي يا أختي العيش الفينو عشان خاطر سندوتشات العيال بتاعت المدرسة. هاتي سخن سخن قوي. حاضر هجيبه سخن قوي. ما تتلم يا راجل. حاسبه وليه الحجر سخن الله.